مشاهدينا الكرام، للوقوف على آخر التطورات في قطاع غزة في ظل استمرار الاحتلال في ارتكاب المجازر بحق السكان واستمرار العمليات العسكرية في مدينة رفح، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ بشار شلبي، كما ينضم أيضا إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ إياد جبر. أهلا بضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ بشار، يعني قوات الاحتلال على ما يبدو هي مصرة على الحملة العسكرية في رفح، لكن النتائج الأولية للهجمات التي تشنها تشير إلى تكبد الاحتلال خسائر كبيرة بحسب ما أعلنت عنه الفصائل الفلسطينية. كيف تقرأ هذا الانعكاس بالخسائر؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم وتحياتي للمشاهدين الأعزاء. منذ بدء هذه الحملة وهذه الحملة الإجرامية على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر أو 8 من أكتوبر الماضي بعد عملية طوفان الأقصى التي هدمت أركان الوهم الصهيوني وقربت الكيان الصهيوني من مواجهة مصيره المحتوم كأي احتلال، أقول بعد ذلك بعد تلك البداية الإجرامية وواضح أن ما يحكم المشهد حقيقة هي مجموعة أمور. أولها أن الكيان الصهيوني بكل مكوناته يتجند خلف الوحشية والإجرام والنازية، وأقول كل المجتمع الصهيوني، الجيش والسياسيون والنخبة والمجتمع، وربما كل طرف له حساباته. الأمر الثاني أن العملية أو الحرب التي يشنها هذا الاحتلال يراد لها أن تستمر بأطول زمن ممكن مع الفشل الملازم لها من حيث الأهداف المعلنة، بمعنى هناك واضح أن هناك أهداف غير معلنة يعمل الكيان الصهيوني بغطاء أمريكي كامل وغطاء دولي ولو كان جزئيا. هذا الغطاء يوفر استمرار العملية لتحقيق الأهداف غير المعلنة وربما لاحقا الأهداف المعلنة. أما الأهداف الغير المعلنة، أريد أن أقف معك عند هذه النقطة، ما يعني ما توقعاتكم للأهداف غير المعلنة من وجهة نظرك؟ ما هي الاحتماليات؟ أول شيء الأهداف غير المعلنة تتمثل في هدفين. الهدف الأول متعلق بتهجير الفلسطينيين، وهذا الهدف واضح أنه من اللحظة الأولى يعمل عليه الاحتلال، وفي سبيله قام ب يعني زيادة الكتلة النارية والحجم الناري في البداية في شمال قطاع غزة ثم في كل قطاع غزة، وقسم القطاع إلى جزئين واستخدم سلاح التجويع، ولكن النتيجة أنه لم يفلح بقضية التهجير وبقي الفلسطيني في قطاع غزة متمسكا بأرضه. واليوم عاد مجموعة من الفلسطينيين ودفعوا ثمن كما يدفع الفلسطيني في قطاع غزة الثمن منذ اللحظة الأولى. أما الهدف الثاني غير المعلن فهو ما يتعلق بغسيل الدماغ للشعب الفلسطيني وكي الوعي للشعب الفلسطيني أن لا يفكر بالمقاومة، أن لا يفكر بالاقتراب أو المس في هذا الكيان الصهيوني، وهذا فشل فشلا ذريعا بداخل قطاع غزة اللي هو عليه العبء الأكبر، هذا الشعب الذي يدفع الثمن من الدم، دم الأبناء، دم الأطفال، دم النساء، دم الأبرياء، البنية الكاملة تحتية وفوقية وكل شيء، ومع ذلك الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل واضح يقول أنه يتمسك بالمقاومة. أما خارج قطاع غزة فالأمر أوضح من أن يتحدث به. خارج قطاع غزة هناك وقوف كامل خلف المقاومة وقناعة كاملة بأن ما تنجزه المقاومة أكبر بكثير، بل لا يمكن مقارنته بما ينجز أي شيء آخر، لأن المقاومة في 7 من أكتوبر استطاعت أن تعيد القضية الفلسطينية إلى المسرح الدولي وإلى المسرح الحقيقة، واستطاعت أن تهدم كل ما بناه الاحتلال من محاولته لتصفية القضية الفلسطينية ولطي صفحة الشعب الفلسطيني والقفز إلى عمليات التطبيع وغير ذلك. أعود إلى حضرتك بعد قليل أستاذ بشار. أرحب مرة أخرى بالأستاذ إياد جبر معنا عبر الهاتف من الضفة الغربية. أستاذ إياد، يعني مع كل فشل عسكري لقوات الاحتلال، الاحتلال يصعد من حملته الانتقامية ضد المدنيين عبر اتباع كما تفضل أستاذ بشار قبل قليل أسلوب الإبادة الجماعية، سياسة الأرض المحروقة، هذا التدمير العشوائي. هل حكومة نتنياهو أدركت أنها في حالة ارتباك انعكس على تعاملها مع ملف الحرب سواء على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري كذلك؟
السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله. تحياتي لكم وضيوف ضيفك الكريم والسادة المشاهدين. حياك الله. بالطبع حكومة نتنياهو تواجه فشل منذ 7 من أكتوبر، كانت الفشل الأول في هجمات 7 من أكتوبر وقدرة المقاومة على الاختراق الأمني والعسكري لجيش الاحتلال تحديدا في منطقة غلاف غزة. هذا الفشل استمر خلال 7 أشهر الماضية، خاصة وأن حكومة نتنياهو لا تواجه قطاع غزة على وجه التحديد فقط، وإنما هي الآن تواجه كل الكوكب أو كل الأرض، يعني كل العالم يرفض هذا الاحتلال، يرفض هذه المجازر، هذه الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لكن حكومة نتنياهو ما تزال تصر. ولكن مع ذلك لاحظنا بدأ التململ في صفوف قيادة الجيش في داخل الكابينت، داخل مجلس الحرب. هناك 3 شخصيات، هاليفي جالانت وزير الدفاع، وهاليفي رئيس الأركان، بالإضافة إلى جانتس وحتى إيزنكوت. هذا الرباعي الآن وأصبح يعارض بشكل أو بآخر لنتنياهو. نحن بذلك لا نقول أنهم لا يريدون هذه الإبادة الجماعية، ولكن هنالك يعني عدم عمل غير مؤسساتي، عمل ليس عمل جيوش، وإنما هو عمل أشبه يتجاوز مسألة الاضطهادات. الاحتلال الصهيوني يقوم بإبادة جماعية في كل لحظة في قطاع غزة، ورغم ذلك لم يحقق حتى هذه اللحظة أهدافه. لكن في تصوري أن الفشل السياسي أيضا ينعكس على هذا الفشل الميداني، خاصة وأن نتنياهو نلاحظ أن هنالك دعم أمريكي، ولكن هذا الدعم يتراجع ثم يعود. وهذا ما يقودني إلى سؤال يتعلق بالمقاومة الفلسطينية، هل تعول على الاضطرابات الداخلية التي تعيشها حكومة نتنياهو؟ هل التعويل على تراجع كما تفضلت الدعم الأمريكي المقدم إلى إسرائيل بشكل بدأ يعني يتضح شيئا فشيئا، أم هناك تعويل على الدور العسكري للمقاومة؟ متعول على ما يحدث في الداخل الإسرائيلي، ولا بالتأكيد هذا له تأثير على الموقف وتأثير على الحالة التي نعيشها الآن، ولكن لا أظن أن المقاومة تعول على ذلك، لأن المقاومة عندما قامت بعملية 7 من أكتوبر تدرك نتائجها، وتدرك أن وهي جهزت نفسها إلى أطول فترة ممكنة لمواجهة الاحتلال. لكن دعني هنا أشير إلى نقطة مهمة. دائما نحن نتحدث عن شخصية نتنياهو ونتحدث عن خلاف ومع إدارة بايدن، وأنا في تصوري أن الحركة الصهيونية هي من تدير الموقف أكثر. يعني نتنياهو ما هو إلا أداة تحركها الحركة الصهيونية، وكذلك الحال تحرك إدارة بايدن. بمعنى أننا منذ 7 أشهر أو يزيد نتحدث عن رفض نتنياهو للضغوط الأمريكية، وفي نفس الوقت تتراجع الضغوط الأمريكية وتقبل بما يريده نتنياهو وتقوم بإعطاه المزيد من الأسلحة والمال. ومع ذلك الخطاب الإعلامي للإدارة الأمريكية يختلف عن الواقع على الأرض، وهنا تكمن نقطة يعني السبب الرئيسي الذي يكمن في أن حكومة نتنياهو كشخص هو الخيار الوحيد بالنسبة للحركة الصهيونية داخل الكيان الصهيوني. دعني هنا أعود إلى الفترة ما بين عام 2019 حتى 2021. الكيان الصهيوني واجه 5 انتخابات أو عاش 5 انتخابات. هذه 5 انتخابات تعبر عن الحالة والتهلهل الذي يحدث داخل الكيان على المستوى السياسي. هنا الخلل، لو ذهب خرج نتنياهو خارج الحكم داخل الكيان، سوف تعود إسرائيل إلى هذه الحالة الصعبة التي عاشتها، الجمود السياسي التي عاشته إسرائيل خلال العامين الماضيين. فبالتالي هنا الحركة الصهيونية تحاول إنقاذ الموقف داخل الكيان الصهيوني من خلال دفع الموقف الأمريكي ليكون جنبا إلى جنب مع نتنياهو، وفي نفس الوقت هي لديها مصلحة الآن مع الجماعة المتطرفين سموتريتش وبنغفير. هؤلاء يعني لا يمثلون كامل الاحتلال، دولة الاحتلال، ولكنهم يلعبون الدور الرئيسي في السياسة الخارجية للاحتلال، سواء في العلاقة مع قطاع غزة أو مع الإقليم بشكل عام. سأعود إليك بعد قليل أستاذ أياد، أنتقل للأستاذ بشار مرة ثانية. أستاذ بشار، تحدثت في ثنايا حديثك في البداية عن التأثيرات التي تنعكس على نفسية فلسطيني الداخل، أهالي قطاع غزة المحاصرين. يعني كانت هناك محاولات كما قلت في البداية من الاحتلال أن يضغط باتجاه
استعطاف أو استمالة الشارع الفلسطيني ليقف ضد المقاومة عن طريق هذه العمليات العسكرية المستمرة التي أيضا ترفع كما توقع الاحتلال من مستوى الحقد الفلسطيني تجاه المقاومة. لكن حدث الأمر بالعكس وأصبح هناك تأييدا داخليا وخارجيا ربما أكثر من ذي قبل. والسؤال هنا أنه العالم الآن يضغط كشعوب كمجتمعات، في الجامعات الأمريكية نرى هذه الحركات. هل ستتأثر هذه الدول برأيك بهذه الضغوطات الشعبية أم أن القطب الواحد المتحكم بمسار الأوضاع العسكرية والسياسية في الأرض الولايات المتحدة والكيان الصهيوني هي التي ستفرض كلمتها الأخيرة؟ كل تأكيد لا. وهنا دعني أشير أولا أن عمليات التحريض ضد المقاومة ومحاولة استنهاض بين قوسين حالة معادية للمقاومة داخل فلسطين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية لم تتوقف، وذلك من قبل أن تسيطر حركة حماس على قطاع غزة بقوة القانون عندما كانت في هي الحكومة بعد فوزها بالانتخابات بنسبة أكثر من 67% من الأصوات. لم تتوقف عمليات التحريض على المقاومة ليس في هذه الحرب فقط وإنما من قبل هذه الحرب، وفي هذه الحرب زادت عمليات التحريض وتقمصت صورة التحريض بشكل دموي بحيث يتم تحميل المقاومة مسؤولية المجازر والجرائم التي يقوم بها الاحتلال، ومع ذلك فشل الاحتلال كما تفضلت في أن يجند الشعب الفلسطيني بين قوسين لصالحه، لأن الشعب الفلسطيني يدرك أن هذه الجرائم قامت بها عصابات الاحتلال قبل عملية 7 أكتوبر عدة مرات، وقامت بها بشكل أساسي في عام 1948 وقبل عام 1948 1947، وبناء عليه أقام الكيان الصهيوني دولته بتهجير أغلبية الشعب الفلسطيني، أكثر من نصف الشعب الفلسطيني تم تهجيره داخل وخارج فلسطين المحتلة، ثم أقام دولته على قاعدة أنه يريد الأرض ولا يريد أحد من الفلسطينيين على الإطلاق. هذه الصورة واضحة لدى الشعب الفلسطيني. الآن في الطرف الثاني أو في الطرف الآخر من السؤال المتعلق بتحرك الشعوب ونهضتها ويقظتها تجاه هذا السرطان المسمى دولة الكيان الصهيوني وتجاه الهالة المقدسة التي ألحقها الغرب أو فرضها الغرب على هذا الكيان بحيث لا يمكن انتقاده ولا يمكن توجيه أي إصبع من أصابع الاتهام أو ربما الإشارة إلى هذا الكيان، أي إشارة ولو بسيطة ولو ضمنية بجرائمه. هذا كله تم إزالته واستطاعت جماهير الشعوب العالمية. صحيح أن هذا الأمر لم يتحول إلى ضغط سياسي فعلي لكنه يؤثر. اليوم الإدارة الأمريكية في معظم ما تقوم به وتستعرضه إعلاميا هو رسالة إلى الداخل الأمريكي قبل الانتخابات الأمريكية، وكذلك ما يجري في دول الغرب لأنهم يدركون أن الأجيال الشابة التي في أغلبها ترفض جرائم الكيان الصهيوني وتقف مع الحق الفلسطيني، هذه الأجيال الشابة هي التي سترسم المستقبل قريبا وليس بعيدا، ولذلك هم يدركون خطورة ما يسيرون عليه، ومع ذلك تدفع الولايات المتحدة الأمريكية بين قوسين من رصيدها في سبيل استمرار المجازر التي يقوم بها نتنياهو وجيشه المقهور والمهزوم، ولكنها ستدرك وأظن أنه عاجلا ستدرك أن الأثمان المطلوبة منها أكثر من أن تحتملها هذه الإدارة، وربما تدرك ذلك بعد فوات الأوان وبعد انتهاء الانتخابات الأمريكية. يعني المقاومة الفلسطينية بادرت بقبول المقترحات لوقف إطلاق النار وأظهرت حسن النوايا، لكن الكيان تعنت وبالعكس يعني بادر باقتحام رفح، أجزاء من رفح، وبدأت عمليات عسكرية هناك. الآن المقاومة الفلسطينية تعود بسلاحها مرة أخرى لتكبد الاحتلال خسائر عسكرية أخرى. هل هذه المرونة إذا صح وصفها بالتعامل من قبل المقاومة يعني بالنهاية أنها خلص انتهت من النقاش السياسي والمفاوضات والحلول، الآن عادت مرة أخرى لتمسك السلاح وتقود، أو هي لم تترك السلاح لكن لتكمل ما بدأته منذ البداية؟ يعني حضرتك أجبت على مضمون التساؤل، لأنه صحيح اللي تفضلت فيه، لم تترك المقاومة السلاح وفاوضت والسلاح بيدها وقامت بعملية التبادل الأولى في شهر نوفمبر من العام الماضي ويدها على الزناد، وكانت المقاومة تتصدى لهذا الإجرام رغم فائض القوة الهائل الذي يتمتع به الكيان الصهيوني، وهذه حرب غير متكافئة على الإطلاق، ويطلقون عليها أحيانا الحرب اللامتناظرة وأحيانا الحرب الهجينة وأحيانا ربما نقول عنها الحرب الغريبة، لأنه هذا الصمود الأسطوري لا أقول فقط للمقاومين المسلحين وإنما للمقاومين المدنيين اللي هو الشعب الفلسطيني في قطاع غزة اللي هو يسطر الصمود بأبهى صوره، هذا الصمود اللي
نراه من ممن فقد أبناءه وفقد زوجه وفقد بيته وفقد أسباب الحياة كلها، ومع ذلك يعبر عن صموده ووقائه، وليس مطلوبا منه أكثر من ذلك. ثم نتحدث أيضا عن صمود المقاومين المسلحين ضد رغم سلاحهم البسيط والبدائي ضد هذه الفجوة الهائلة من فارق القوة، نقول أن هذا لم تترك المقاومة ولم تتخلى عنهم في سبيل أي شكل من أشكال يعني التفاوض من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الوصول إلى وقف حقيقي لإطلاق النار، الحصول على تبادل أسرى مشرف حقيقة، إنهاء موضوع الحصار على قطاع غزة، التخلص من هذه المراحل التي تم فيها ويتم فيها إذلال الشعب الفلسطيني، نعم، والاعتداء على المسجد الأقصى. كل هذه الصورة تؤكد أن المقاومة تتحدث من واقع التمسك بورقة القوة التي لديها المتمثلة بعلاقتها وقناعة شعبها. يعني موافقة المقاومة على الورقة اللي قدمت من مصر وقطر كانت قوة في علاقتها مع شعبها، وبالتالي كانت من عوامل إفساد التحريض اللي قام فيه الكيان الصهيوني. ظهر المقاومة حريصة على الشعب وحريصة على مصلحته وحريصة على تحقيق إنجازاته وحريصة على أن لا يضيع هدرا ما قدمه من تضحيات. وأيضا الكيان الصهيوني يرى لأول مرة في تاريخه منذ 77 عام تقريبا، يرى أن هناك من يقاومه بطريقة مختلفة ومن يحاربه بشكل مختلف عن الوقود. أعود إليك بعد قليل أستاذ بشار. أستاذ زياد، الأمم المتحدة قالت بأنه لم يعد هناك أي شيء لتوزعه على أهالي قطاع غزة، كيف تقيمون الوضع الواقع الحالي للسكان والنازحين، لا سيما فيما يتعلق بمستلزمات البقاء على قيد الحياة؟ بالطبع أخي الكريم، الأمم المتحدة لم تقم بدورها منذ بداية الحرب على قطاع غزة. هنالك لاحظنا في الأيام الأولى لهذا العدوان انسحاب وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، لم تتخذ موقف واضح بشأن الدفاع عن المدنيين وبشأن تقديم المساعدات لهم بشكل كامل، سواء على مستوى المساعدات الغذائية أو حتى على مستوى العلاج وغيرها والإيواء وغيرها من الأمور التي يحتاجها المدنيين. كذلك الحال بالنسبة للمؤسسات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، فبالتالي هذا ليس بجديد. في التقييم في اعتقادي أن المجاعة يعني ربما نحن الآن على أعتابها، خاصة أن الاحتلال قام بإغلاق معبر رفح وكرم أبو سالم يدخل بعض الشاحنات بشكل يومي، ويريد ويسعى الاحتلال بالتوافق مع الإدارة الأمريكية على جعل الميناء رصيف البحري الذي يتم إنشاؤه الآن والذي ربما تم إنجازه بشكل كامل الآن من أجل أن يكون بديل. وهذا يأخذنا إلى نقطة مهمة جدا، للأسف الشديد الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية والمجتمع الدولي يتجاهلها، وهي متعلقة بإعطاء إسرائيل المزيد من الفرص للضغط على السكان وتهجير ومحاولة تهجيرهم، خاصة وأنه كافة العمليات التي تجري والهجوم سواء في شرق رفح أو شرق جباليا وشرق الزيتون هو محاولة لدفع السكان باتجاه المناطق الغربية، الشريط الساحلي الغربي. الشريط الساحلي يعني هو المناطق القريبة جدا من الميناء الذي قامت الإدارة الأمريكية بإنشاؤه أو الجيش الأمريكي بإنشاؤه غرب مدينة غزة. يعني أستاذ أياد، في ظل الحرب العسكرية غير المتكافئة، نعم، لكن لا يزال هناك صمود من المقاومة الفلسطينية، من المجتمع الفلسطيني في داخل غزة. إذن هل الآن اللعبة لعبة التجويع في سبيل الضغط، يعني تحويل الضغط داخليا شعبيا على المقاومة من أجل إيقاف القتال، الاستسلام، يعني خاصة في ظل كما تفضلت هناك إغلاق لمعبر رفح، هناك محاربة على المستلزمات الغذائية أو مقومات البقاء على قيد الحياة، هناك توقعات من المنظمات الإنسانية أن المجاعة يعني على الأبواب كما تفضلت أيضا. يعني حكومة نتنياهو كانت تناور بورقة رفح خلال الفترة الماضية وتحاول دفع حركة المقاومة وحركة حماس على وجه الخصوص للتوقيع على مبادرة هي أساسا أو مقترح هي بالأساس تم صياغته داخل الكيان الصهيوني. معروف دائما من خلال تجاربنا مع الاحتلال الصهيوني خلال العقدين الماضيين، دائما الاحتلال هو من يقوم بصياغة المبادرة، وللأسف الشديد الأطراف الإقليمية تقوم بتبني هذه المبادرة وتعرضها كأنها تلعب دور الوسيط، لكن في الحقيقة هي مبادرات صهيونية
كانت المقاومة قد فاجأت الاحتلال بالموافقة على هذه المبادرة، لأنها تقرأ الموقف بشكل سياسي وصحيح، وهذا جيد، يعني بمعنى أنه المعركة ليست معركة ميدانية فحسب، وإنما الصراع هنالك صراع ميداني وصراع سياسي المقاومة تديره بشكل جيد يختلف عن المرات السابقة. الاحتلال كان يناور بورقة رفح، لكن الآن هو فقد هذه الورقة، خصوصا أنه يعني يضغط على المدنيين بشكل كبير، ومعنى ذلك أن المقاومة أصبحت في حالة أكثر يعني أفضل من السابق. يعني الأسبوع الأخير الذي نعيشه وضع المقاومة مختلف على المستوى السياسي، على مستوى الضغط الذي كان يمارسه الاحتلال عليها. فبالتالي هي يعني استطاعت خلال الأشهر الماضية، وهذا الاحتلال يعني فشل ذريع على المستوى الاستخباراتي، استطاعت أن تعيد ضبط نفسها، تعيد ترتيب نفسها، وبالتالي هذا ظهر في شرق جباليا وظهر أيضا في شرق رفح وأيضا في الزيتون. فبالتالي الاحتلال هنا يخسر على المستوى السياسي في الضغط على المقاومة، ويخسر على مستوى يدفع المجتمع. أستاذ إياد أكتفي مع حضرتك بهذا القدر، شكرا جزيلا لك أستاذ إياد جبر الباحث في مركز أبعاد للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف في دقيقة واحدة. أستاذ بشار، وزارة الخارجية الألمانية قالت بأن هناك هجمات متكررة يشنها مستوطنون إسرائيليون على قوافل المساعدات لغزة. الخارجية الألمانية وصفت هذه الخطوات بأنها وصمة عار. ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني أيضا قال بأن هذه الهجمات مروعة التي يشنها المستوطنون على قوافل المساعدات. هذا الغرب المنافق إلى متى سيستمر بالتعامل مع هذا الملف بهذه الطريقة؟ سيضطر في النهاية تحت ضغط المقاومة الفلسطينية بأشكالها المختلفة، سيضطر إلى تغيير نبرة خطابه، وستزداد نبرة خطابه تجاه المستوطنين. لكن لابد أن نشير كما تفضلت أنه غرب منافق، وأنه جزء من هذه الخطابات موجهة إلى داخل تلك البلدان، وإلى التخفيف من الاحتقانات التي تتزايد بشكل ملحوظ في داخل المجتمعات الغربية بسبب هذه الجرائم المستمرة للكيان الصهيوني. شكرا جزيلا لك أستاذ بشار شلبي، عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعب الفلسطيني، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول. شكرا للضيفي الكريمين. شكرا لك.